صباح الخير. صباح النور استاذ كمال، مستنيك في المكتب. عايز ايه على الصبح ده؟ فيلم ده جبته لك عشان تحطه في مكتبك. ايه ده؟ ده قديم قوي. ده تلاقي اللي عملوه اساسا ما عندهمش النسخه منه. جبتيه منين يا ماما؟ لقيت لك بقى ماما عملت، انما ايه؟ كنز. فيلم ليلى بنت الصحراء، تأليف وإخراج وتمثيل بهيجة حافظ. ده سنة كام ده يا مهدي؟ 37. ياه، سنة 1937 كان في ستات بيألفوا ويخرجوا ويمثلوا. شوف بقى الفيلم ده كمان. إيه ده؟ فيلم كفري عن خطيئتك، تأليف وإخراج وتمثيل برضو عزيزة أمير. يعني ده اتعمل قبل ده؟ أيوه، قبليه بأربع سنين. يا سلام عليك يا مصر وعلى ستاتك. ظروفهم ساعتها يا اسامه كانت تسمح لهم ان هم يخرجوا مواهبهم. عارفه يا مهد، انا صحيت النهارده الصبح بدري وفتحت التلفزيون لقيت فيلم ايه؟ ايه؟ نهر الحب، اللي بتفرج عليه للمره 365. انا كمان اتفرجت عليه. فاكره يا مهد ايام الجامعه لما كنا نروح السينما مع بعض وتجيلي تاني يوم محلله الفيلم كده في شويه ورق؟ كنت ولا اجدع ناقده. فاكره انا لسه محتفظه بكل الورق ده، كل تذكره معاها الورق بتاعتها، اسم الفيلم والتاريخ. يا لهوي يا ماها على الفضا والفراغ اللي انت فيه. هتشليني. نهارك اخبار يا اسامه؟ اسامه تعالى انا عايزك. ايوه يا استاذ كمان. يا رب يا انا تحت امرك يا فندم. قول لي يا اسامه، فيلم نهر الحب ده اللي انت شفته 365 مره بيتكلم عن ايه بالظبط؟ ايه خبر؟ هو حضرتك سمعتنا واحدين بنتكلم جوه؟ اكيد صوتنا كان عالي، انا اسف جدا يا فندم. انا ما كانش قصدي اتسلط عليكم يا اسامه، انا بس بخاف عليكم، وباين احنا مش موظفين ورئيس، ده احنا اصحاب يا اسامه. والله ده كان احساسي من زمان يا فندم. قول يا اسامه، فيلم نهر الحب بيتكلم عن ايه؟ فيلم نهر الحب يا فندم هيكون بيتكلم عن ايه؟ عن النهر، اكيد عن الحب. طب خلينا فيك انت يا اسامه، انت حسيت بالحب قبل كده، ايه رايك في الحب؟ ايه رايك فيه؟ يا فندم في ايه بالظبط؟ ها؟ قول يا اسامه ما تخافش، انت ايه رايك في الحب؟ انا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك، انا رايي في الحب يا فندم، رايي في الحب انه بيبقى ما بين واحد وواحد، شخص وشخصه. حلو، يبقى احنا كده قربنا المسافات بيننا. كده ما قربناش خالص يا فندم. طب انت عمرك حسيت بالشعور؟ حسيت بالشعور ده يا فندم. مع مين؟ مع ماما. مع ماما. يا مها، يا مها. مفيش فايدة. هو الاستاذ كمال ماله؟ ها ماله؟ ماله ماله يا اسامه؟ فيه مالك انت كمان؟ مساء الخير يا استاذه. مساء الخير يا مصر. طبعا انا ساعي ومش من حقي اني اطلب، ممكن بعد اذن حضرتك تديني اسم الموقع اللي بتجيبي من عليه افلام للاستاذ اسامه؟ ايوه ده، انت الرزاله دي. انت عندك كمبيوتر يا مصر ولا ايه؟ كان عندي كمبيوتر بس الاستاذ كمال اداني لاب تواب. عايز افلام ايه يا مصر؟ يعني الافلام الجميله بتاعت زمان اللي كانت فيها الناس بتحب بعضها، ولما كان يظهر شرير كان البطل ينتصر عليه ويقتله. يا سلام، يعني فيلم مثلا زي لاف ستريت. لاف ايه مثلا؟ لاف ستريت، شارع الحب. يا سلام على الفيلم ده، لازم كل يوم اتفرج عليه انا والمدام، انسى بيه جيراننا في الدوي او منشيه ناصر والخلق اللي بقى بينها في الشغل. خلقنا احنا اللي في الشغل. اطلع بره يا مصر، اطلع بره. ما انا اصلي ساعي. الواد ده جواه فنان. أسامة، أسامة. أيوة كمال بيه. أنا كمان بقول كده. أيوة يا فندم. على فكرة أنا فكرت في كلامك ده ولقيت إن علاقتك بوالدتك ده إحساس جميل، شيء رائع، لكن أنت ما حسيتش الإحساس ده مع حد تاني غير والدتك، مها مثلا؟ مها؟ مالها مها يا فندم؟ مالهاش. مش شايف أي حاجة في علاقتكم في حكايتكم تخليها مالها؟ يا فندم مها دي مها، مها يعني من ساعة ما عرفتها وهي موجودة. هوبلس، دي حاجة زي ما أنا وصلت لها، أنت كمان لازم توصل لها. مفيش فايدة. تفتكروا هيفهم؟ أسامة؟ ما أظنش. هنكدب عليك. الراجل ده من يوم ما عملت الإعلان بتاعي وهو حاططني في دماغه، ماله هو ومال الإعلان بتاعي؟ حاجة غريبة قوي، تفتكر إيه نشأة سر العلاقة دي؟ الله أعلم، الراجل اللي جوه خرف خالص أصلا.
نفسي بقى عروسة النهارده دي بقى تطلع كويسة عشان اخلص منه ومن جدي ومن غلاستكم. يا طول بالك يا أسامة، أنت لسه هتشوف عرايس، ما أنت جربت كبار وصغيرين. لا 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 لا، عروسة النهارده حاجة تانية. أصل وأنا بتفرج على فيلم نهر الحب النهارده الصبح حسيت كده بلمحة فنية، وحسيت إن البنت دي هي اللي هتشبعها. واشمعنى البنت دي بقى هي اللي هتشبعها؟ أصلها فنانة. منى دكي؟ لا، أحمد حلمي. والحادثة دي حصلت لك امتى؟ لا دي مش حادثة يا أستاذ أسامة، أنا مولودة كده طول عمري. تصور إني عمري ما وقفت على رجليا زي الأطفال الصغيرة ولا عمري لعبت. طب ما قلتيش ليه ما كناش قصدي يعني كنت أنا جيت لك لحد عندك. ما تتعبش نفسك يا أستاذ أسامة، ده قدري اللي ربنا قاسمهولي. يلا هنعمل إيه بقى؟ الحمد لله. ما تقوليش كده، خلي أملك في ربنا كبير. مش جايز في يوم من الايام تحصل لك معجزه وتمشي. الله اكبر الله اكبر، حصلت المعجزه. وضحكت عليك وضحكت عليك وعليك يا حيل. ايه رايك بقى يا استاذ اسامه، بعرف امثل ولا لا؟ اصل انا بصراحه اول مره اشوف حد ما يكونش عارفني، فكنت محتاجه راي محايد. محايد ازاي يعني؟ في ادائي، كنت محتاجه حد ما بيشتغلش في الوسط الفني يقول لي اذا كنت بعرف امثل ولا لا. معلش يا استاذ اسامه، جت فيك انت الاول. جت فيا انا الاول؟ يعني كنت ناويه تعمليها في حد تاني؟ اكيد طبعا، لغايه لما اتاكد اذا كنت بعرف امثل ولا لا. بس دي خدعه، دي كدبه انك تضحكي عليا وتقولي لي كده لانسان احساسه مرهف زي تضحكي عليه. عيب كده يا انسه امال. طب ولو قلت لك يا استاذ اسامه ان انا اسمي الحقيقي مش امال؟ دي كمان كدبه تانيه. اعمل ايه، ده اسمي الفني، ما كانش قدامي اوبشنز تانيه. استاذ حسن الامام مخرج الروائع كان دايما بطلات افلامه يسموهم نعمه يا امال. حضرتك ما شفتش فيلم الجسد بطوله مدام فاطمه رشدي؟ رضيت مرضيت، نعمه هتشتغل رقاصه رقاصه رقاصه. ايوه يا رقاقي، قولي لي في الاخر يعني انت اسمك ايه؟ راضيه السيد عبد الرحيم. تخيل يا استاذ، ممثله محترمه زي ما اسمها بالضاد، راضيه. وفيها ايه؟ ما اللغه العربيه لغه الضاد. انت كنت كاتبه ان انت في تانيه معهد مش كده؟ لا انا في تانيه ثانوي. ادي كدبه ثالثه. اعمل ايه بس، انهي مخرج ولا انهي منتج هيرضى يشغل واحده في تانيه ثانوي؟ وبعدين احنا ما روحناش بعيد، انا على فكره المفروض اللي في سني دلوقتي يبقوا في تانيه معهد فعلا. ضيعت 3 سنين من عمري في ثانويه عامه وسنتين في اعداديه، اعمل ايه؟ حبي وعشقي للفن كانوا بيخلوني اسقط كل سنه. طب ما سبتيش المدرسه ليه وعملتي ادوار فيروز وهي صغيره؟ لان ابويا وامي حكموا عليا اني اكمل تعليمي الاول، بس انا خلاص كنت اتخذت. اتخذتي فين؟ تحري؟ لا، قلبي وروحي وكياني وعقلي بقى في التمثيل. اجيب منين مخ انا يا استاذ للاعداديه والثانويه العامه؟ طب ومين قالك ان انت بتعرفي تمثلي اساسا؟ في حد متخصص شافك وقالك كده؟ المرايه لا تكذب، الفنان الحقيقي هو الناقد الاول لنفسه. اه يعني ما حدش شافك اساسا؟ لا ما حدش شافني اساسا، انا مش محتاجه حد يشوفني. انا لو اتحطيت مع هند صبري ولا منى شلبي في مشهد واحد هاكل منهم الجو. جو ايه اللي تاكليه؟ دول فنانين كبار قوي وتعبوا قوي لحد ما وصلوا اللي هم فيه. المهم يا استاذ اسامه، خلينا في الموضوع اللي انا جايه اكلم حضرتك فيه قبل ما اخش يعني في الجد والارتباط وكده. حضرتك عندك فكره عن طبيعه حياتنا؟ طبيعه حياتكم انتوا مين ان شاء الله؟ احنا الفنانين. حد قال لك اللي ببيع جبنه قريش؟ انا فنانه يا استاذ، انا ممثله ممثله ممثله. ايه ده حضرتك ممثله؟ طب ثانيه واحده يا فندم بعد اذن حضرتك. طب بقول لك يا فندم، انا بكتب اغاني يا فندم وبكتب صوتكم جدا على حضرتك. طبعا طبعا، هاخده منك وانا ماشيه. طب تشربوا يا فندم؟ اي حاجه ساقعه. المشروبه عندي النهارده يا استاذ اسامه، عندنا فنانه فنانه. احكي لي بقى عن طبيعه شغلكم كفنانين بما ان انت فنانه يعني. يعني مواعيد الاوردرات ساعات بتبقى في اوقات مختلفه من اليوم، ممكن اخلص تصوير الصبح، ممكن يبقى عندي اوردر بالليل واخلص الفجر كده يعني. اه ده وانا نازل شغلي بقى. بالظبط، في اوردرات تانيه ممكن تبقى بره القاهره، شرم الشيخ، الغردقه، كيمولاند، ممكن لندن، باريس، امريكا. طب احنا لو عندنا اولاد هتعملي ايه؟ عشان كده الدادات موجودين. اه ده بالنسبه لاولاد الدادات، ابوهم بقى تعملي فيه ايه؟ بص يا اسامه، اي مشكله بتقابل الفنانه وجوزها بيبقى بسبب الناس اللي حواليها، ناس بتضايقها في التصوير، مخرج، منتج، ممثل كده يعني. واذا كانت هي دي طبيعه حياه الفنانين وانت عايزه تبقي ممثله وتخشي الوسط الفني، انا بقى ستي عايز مراتي تبقى قاعده في البيت
تشوف العيال تشوفني. رديتي ليه على الإعلان بتاعي؟ هقول لك فورا. بص يا أستاذ أسامة، ده عقد لبطولة فيلم ماشي؟ أنا قلت بقى إيه؟ أروح أتجوز وأخش لهم اللوكيشن جوزي في إيديا عشان محدش كده ولا كده يضايقني، وهو بالمرة أوفر أجرة اللبيسة. والفيلم ده هتصوريه إمتى؟ السبت مش اللي جاي، اللي بعده. ده على طول بقى. يعني انت عايزه تخلصي الموضوع بسرعه. احنا مش هنحتاج اكتر من كده على فكره، شقتك موجوده وكتب الكتابه ياخد ساعتين وخلاص يعني. بسرعه بقى كله. طب بصي بقى، انا عندي شرط، لو فعلا احنا عايزين نتجوز بسرعه كده فرجيني على مشهد من اللي هتعمليه. اوكي. حاجة ساعة. ايوه بيبس شيبس حاجة يا ساعة. يا صلاح الدين، اني قادم اليك. درجن 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 ما اعطيه ما. اي اي على عيني. الله اي عيني. يا لهوي الواد حرنكش، خلاص ما بقاش نافع. ده انا هرمي لي القطط علشان ياكلوه. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ مش قادر افهم، مش قادر اصدق اللي بيحصل لي. معمول لي عمل؟ ممكن يبقى معمول لي عمل. حد مستقصدني وعمال يبعت لي في البنات دول؟ يا اسامه اسامه، فين المشكله؟ فين المشكله؟ مش كنت بتدور على عروسه عندها حس فني عشان يلمس عند الحس الفني اللي عندك؟ اهي جت. عيش بقى. دي عايزاني ابقى خيالها. اقبض الله. عايزاني استقيل والزق لها. قال انا استقيل واسيب المكتب ده. ما اقدرش. ده انا بصحى الصبح عشان اجي المكتب ده. اصل لما باجي هنا بحس مش عارف ايه اللي رابطني بالمكتب ده بصراحه. الكراسي، اكيد الكراسي متهونه غيرها. ما انت عارفه الكرسي يعني فيه راحه، امان، استقرار. انت قاعد مستقر كده شايف مستقر. ايه الاستظراف اللي فيه انتوا الاثنين ده؟ لا انا عرفت، انا عرفت باجي هنا ليه. انا باجي هنا مخصوص عشان صوره ماما دي. النسخة دي مش موجودة عندي في البيت. وحاجة تانية. ما أنا باجي علشان ما اتعودت أشوفها كل يوم. نفس الحاجة اللي بتنزلني من البيت. ما أنا مش هشوف البنت دي تاني، ولا عايز أشوف الفن ولا الفنانين. إيه يا أسامة جرالك إيه؟ إيه الضعف والانهيار اللي أنت فيه ده؟ بنت في تانية ثانوي ملهاش علاقة أساسا بالوسط الفني، ما عملتش حتى فيلم واحد، خلاص بقت مرجع. يا بقى أنت مش عارفة حياة الفنانين دي عاملة إزاي؟ دي حياة صعبة. ده أنا مرة وأنا ماشي قابلت الفنان الجميل سليمان عيد، فضلت أجري وراه وفضلت لازق له لحد ما وافق إنه يتصور معايا. أنا بموت في الفنان سليمان عيد، بس ماله مال موضوع عشق الفنانين؟ يا عم ده أنت ليك بإبداعه، بالفن اللي بيقدمه، زيه زي الطبيب المهندس، أي حد يعني، ما تسيب كل واحد يعيش براحته. ما تصدق انك افهمتيني؟ بجد انا مفهوم اهو، شفتي بقيت فاهمه ازاي؟ ما انا مش عارف من غيرك بجد كنت هعمل ايه؟ اقعد يا مشهد اقعد. العفو يا فندم. اقعد يا ابني، عايزك في حاجه مهمه. العفو يا استاذ. اقعد. الله. حاضر. في ايه؟ أنا جيت لك بدري مخصوص النهارده عشان أفهمك إن دورك أكبر من فنجان قهوة أو كوباية شاي. ياه، هو أنا مهم للدرجة دي يا أستاذنا؟ يا ابني أنت دورك هنا مدير الرقابة على المصنفات البشرية. ياه. تعرف دي راحت فين؟ ده جاي منين؟ دي بتبص لده. كده لا ينتظم سيد العامل في أي مؤسسة بدونك. ياه، ده أنا واصل بقى يا فندم. يا ابني ركز معايا، أنا عايزك تطرطق لي ودانك اللي هي ما شاء الله يعني مطرطقة طبيعي. انت محسسني انك بتكلم ارنب يا فندم. ركز معايا يا ارنب. ايه يا مصعب؟ وباين ايه اللي انت مركبه ده؟ انت مركب لي اريان؟ اه مركبه عكسي. عشان كده ارسالك ما بينقطش. شوف بقى، انا عايزك تاخد لي بالك من اسامه، عينك عليه ودانك معاه، بينزل مواعيد العمل الرسميه يروح فين، بيشوف مين، بيقابل مين. فاهم؟ لا مش فاهم يا فندم. افهمك، انا عايزك تنقل لي كل اللي بيدور في المكتب. بس انا كده ابقى فتان يا فندم. يا ابني افهم،
طبيعة عملك كرقيب على المصنفات البشرية تقتضي ده؟ انا كده فهمت. وبقى انت تعالى قول لي بقى، ايه حكاية القهوة اللي انا اطلبها سادة تجيلي زيادة، اطلبها مظبوط تجيلي على ريحة، انت ايه اللي جرالك؟ المشكلة في حاسة التذوق اللي عند سعادتك يا فندم. ركز في حاسة السمع اللي عندك. حاضر يا فندم، ما انا اصلي ساعي بعد اذنك يا فندم. فعلا؟ بتتكلم بجد؟ طيب طيب يلا اوكي، نتقابل بكره بقى في الكافيتيريا بتاعت الجامعه. اوكي يلا، باي باي باي. انا عظيمه كان هيقع حته وقعه النهارده. فعلا؟ احكي لي بقى في روحي قلبي ايه اللي حصل؟ كان هيتجوز واحده تشغله عندها. احسن، يستاهل عشان قدامه الحب وبيدور عليه بره. بتشتغل ايه بقى؟ فنانه. ايه ده بجد والله؟ مشهوره بقى؟ ومفرحانه كده ليه؟ ما تقعدي، دي لسه فنانة في بداية حياتها. كانت عايزة تشغله ايه بقى؟ كانت عايزة تشغله مدير اعمالها. لا بتهزري فعلا؟ طب ما وافقش ليه على الاقل؟ كانوا قضوا شهر العسل في اللوكيشن. يا بنتي بقولك فنانة لسه مبتدئة، يعني ما عملتش ولو مشهد واحد في السينما. بتدرس ايه بقى ولا خريجة ايه؟ يا بنتي دي بنت فاشلة لسه حتى ما خلصتش ثانوية عامة، دي ما تعرفش أي حاجة عن الفن الراقي. والله؟ طب انتي عارفة بقى ان دي أكتر واحدة تليق على أسامة؟ ليه بقى إن شاء الله؟ هي ما تعرفش أي حاجة عن الفن وهو ما يعرفش أي حاجة عن الحب. صدقي يا بنتي هالة إن انتي عندك حق. واحد مايو، واحد مايو، واحد مايو، واحد مايو، واحد مايو، واحد مايو. طب واحد مايو، واحد مايو. ايه ده؟ ايه القرف والزباله اللي انت عاملاه ده؟ ومين اللي عامل الحاجات دي؟ لا مش جايبني. ومش جايبني ليه ان شاء الله؟ مش سامعني بقول واحد مايو؟ وماله واحد مايو؟ النهارده عيد العمال، وانا من العمال ما اشتغلش، روح بقى اشتكي الحكومه اقول لها يا حكومي عملت النهارده واحد مايو عيد العمال، واحد مايو. اشتكي الحكومه؟ طيب بمناسبة النهارده بقى اجازه. ايه؟ قولي لي بقى. ايه؟ بتحبي الافلام القديمه؟ ايوه بحبهم، ده انا امي ممثله. امك انت ممثله؟ ايوه. كان كتفها كده بكتف الفنانة القديرة ليلى مراد. ليلى مراد؟ ايوه، كان كتفها بكتف ليلى مراد كده. شفت فيلم القطار؟ شفته. كانت هي بقى كتفها قاعدة كده جنب ليلى مراد والكتفين لازقين في بعض، بس لما جم يقلبوا القطار قوموا ليلى مراد وقلبوا القطار بأمي، ومن ساعتها الله يرحمها. الله يرحمها. طب قولي لي، انت بتحبي تتفرجي على الأفلام القديمة؟ ايوه طبعا، أنا بحب فيلم الجزيرة. الجزيرة؟ ايوه، بتاع الأستاذ أحمد السقا والأستاذ محمود حمادة. بس ده كان معاه محمود ياسين. يعني مش مشكلة، هما الاتنين محمود والاتنين زملاء. ولما كان الأستاذ أحمد عز بيقول إيه؟ أنا الحكومة، فيش حكومة، أنا الحكومة، فيش حكومة. أيوه بس ده مش أحمد عز، ده كان أحمد السقا. وماله، ما هو الاتنين أحمد والاتنين زملاء. طيب أنت شايفة إن فيلم الجزيرة ده فيلم قديم؟ أيوه، مش بقاله سنتين تلاتة؟ جدم. جدم؟ انت مفيش امل فيكي. واحد مايو، واحد مايو، طب واحد مايو، واحد مايو، واحد مايو. مش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايز من دلوقتي احكي؟ عامله لي فيها سعاد حسني وعايزه تمثلي. ايه ده؟ دي سمعتني ولا ايه؟ عندي امل تهدى وتعقل وتفكر شويه، بس خد بالك ان الوقت بيسرقنا وميعاد التصوير بيقرب جري. لو قلت لك هخليهم خمس اضعاف مرتبك هتوافق؟ مستنيه يا ردان. خمس اضعاف مرتبي وابقى طرطور؟ لا، انت ما ينفعش معاكي غير